صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بلبنان وبكل انحاء العالم، بتمنى انه تكونوا عم تمضوا برفقتنا احلى الاوقات. منتابع فقرات ام تي في لايف وحن موعدكم مع ايت سمارت. اليوم معي رندا فهد، واليوم بدنا نحكي عن موضوع كتار بيعانوا منه وهو النفخه بفصل الصيف. بس قبل بحب اشكر كاتيا على القهوه الطيبه. ثانك يو سو ماتش كاتيا، والاهتمام فيه عن جد. لاف يو كاتيا، ثانك يو. لكن ستيفاني اليوم عندنا شغلتين نحكي عنهم، عندنا الخبريه اما البحث الريسيرش، وبنفس الوقت كمان بدنا نحكي، دائما بنحكي عن مشاكل النفخه اللي قديش العالم عم تعاني منها ما بنخلص، بس بالصيف وخصوصا الاشخاص بالصيف اللي هن هيدا الوقت اللي بركي اللبس المعين، بركي نزله البحر، لبس ما هيك الاي سي، بس قصدي نعم انواع الفواكه مزبوط، بس قصدي انه بهالطقس هن الاشخاص بحبوا يلبسوا صيفي يبين جسمهم اكثر، ينزلوا على البحر، فجاه بصير عندنا مشاكل نفخه رح نحكي عنها اليوم. بحب ذكر المشاهدين تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك بتكونوا عم تتابعوني. ما تنسوا اسئلتكم دائما بجاوب عليها، وعندنا سؤال اللي بنجاوبه على الهواء نهار الاثنين. ستيفاني خلينا نحكي عن هيدي الخبريه اليوم، كثير مهمه، هي عن فقر الدم. هلا نحن بنعرف فقر الدم شغله منا هينة، يعني هي بالنتيجة أول ما حدا يصير معه فقر دم رح يحس بتعب، رح يحس بهر شعراته، المايجرين أوجاع الراس، رح يحس إنه ما قادر، في كتير أشياء الأكتيفيتيز اللي بتنعمل ما قادر يعملها. هيدا الشيء معقول يؤدي كمان للمود يكون واطي، يصير عندنا ديبريشن كمان، وإذا ما تعالج مثلا عند الأولاد بيؤدي لمشاكل نمو العقل مثلا ونموهم، وطبعا عند الكبار كمان إذا ما تعالج عندنا كيف قلت دقات القلب، مشاكل بالقلب تصير. هلا هون لكن كثير مهم انه نحن اذا عندنا فقر دم نكون نحن عم نعالجه. هلا العلاج هو نعمل فحص دم، نعمل فحص دم، العلاج هو سهل، في عندنا المضبوط مجبورين ناخذ السبلمنتس هون والاكل الخصوصي. صح ثانك يو. هلا اللي هيدا الابحاث بينت انه عندنا اشخاص اللي هن تبين انه عندهم مشاكل و سوري يلا رح نجيب لها مي بصير بدنا نجيب لها مي لرندا بليز. سوري مش عارفه شو صار هي اول مره والتشردو ما عم يروح، رح احاول كمل حديثي عبال ما يجي المي. بهيدا البحث تبين انه عملوا راقبوا اشخاص هن اكثر من 30,000 شخص على مده 10 سنين، 50% من هالاشخاص اللي تبين عندهم فقر دم تبين انه بعد 3 سنين ما كانوا تعالجوا العلاج المضبوط. هلا ليش يمكن الاشخاص هولي هملوا حالهم؟ يمكن وقت اخذوا العلاج اخذوا فتره صغيره ورجعوا وقفوا، يمكن هالاشخاص كان معهم نزيف هن ما حاسين فيه، عندك اشخاص اللي هن كمان الصبايا اللي عندهم الدورة الشهرية كمان بيصير عندهم هيدا المشكل. الأشخاص اللي هن تعالجوا واللي هن صحوا هن أشخاص بالفعل اليوم كمان اليوم كاتيا عم بتغنجنا، ميرسي يا كاتيا دايما هيك، سلم إيديك. اوكي لكن طرقة قلب قوية مثل ما قلنا، النزيف ما عم بيعرفوا، الصبايا وقت البيريود كمان بيكون عندهم كثير بيخسروا دم، كمان بصير عندنا فقر دم. مظبوط. I'm back to the point انه هالبحث بين انه مشكلة فقر الدم انه هي ما عم تتعالج. فإذا هن إذا تعالجت ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. أوكي. فهون هن مثل عم قول الدراسة انعملت على مدة 10 سنين وتبين إنه 50% من الأشخاص اللي هن كانوا عم يعملوا الدراسة عليهم اللي هن كان معهم فقر دم ما تعالجوا على الأخير. أوكي رح أسألك سؤال رندا، إذا عندنا هول السمبتوم
ومش مثلا زمان عاملين فحص دم ومش عاملين فحص الفريتين ثابت. فينا ناخد على صحة السلامة نشتري حديد ونبلع؟ هلا نحن لا ما فينا نشتري ونبلع بالحقيقه اذا ما عندنا تاريخ بفقر الدم، يعني نحن لانه معقول نحن اللي عم نحسه يكون من وراء عوارض ثانيه، هي واحد. رقم اثنين اذا نحن عم ناخذ سبلمنتس واخذنا زياده عن اللزوم هالشيء معقول ياثر على الكبد. هلا المهم انا ليش هالدراسه كثير عنيتني؟ لانه كثير بعرف اشخاص بيهملوا حالهم لانه بحسوا انه هن ما عندهم هالارهاق، ما عندهم هالهيدا، فهون لا لازم نتعالج. يلا منتابع موضوعنا اليوم، بدنا نحكي عن النفخه بفصل الصيف غير عن الشردوقه اللي ما عم نعرف شو صاير قصته. النفخه بفصل الصيف هي اكثر شيء استفاني من وراء الطقس، فاذا هون عندنا عدة أسباب. أول شيء عندك الأشخاص اللي هن بيقعدوا كتير على البيسين على البحر، أما الشوب كتير صار عندنا مشكلة ديهايدريشن، هون نقص كتير المي من جسمنا. هلا وقتها نقص المي من جسمنا في كتير مجالات إنه الجسم ساعتها عبى ملح، فنحن وقتها عبينا ملح اوريدي نفخنا. هلا هالنفخه اللي عم بحكي عنها نفخ الاجرين كمان من الشوب كمان عم تصير، فينا يعني نفخه تكون بالايدين بالاجرين والنفخه تكون بالبطن كمان. هلا اذا النفخه منا نفخه بتؤدي لغازات اما نفخه بتؤدي لاوجاع، هيدا شيء هو طبيعي. نعم. وهيدا اللي عم قوله، انا اليوم ما عم بحكي بس على النفخه اللي نحن عم نعالجها، عم نعالجها بالفود ماب، عم نعالجها. فهون عندنا اهم شيء قديش هالشوب اللي هو موجود، وليش عم بصير في نفخه مثل ما قلتي بالصبيع الايدين اما الاجرين؟ لانه فقدنا نحن المي، وقتها فقدنا المي صار في ملح زياده، صار في هالنفخه. لانه اوقات الخاتم ما بفوت بالايد او عرفتي انه واجرينا يعني اذا لبسنا مفتوح كمان بنحس بهيدا الشيء. اكزاكتلي. هلا الشغله الثانيه، في ناس بيفكروا انه بس يصير عندنا احتباس مي ما لازم نشرب مي. اكزاكتلي. مشان بس لازم نشرب، لازم نشرب مي. وبنجي بهالمرحله بيكون نحن كثير عطشانين، فينا نشرب مي بكميات كثير كبيره وبسرعه، اللي بيصير رح تأدي هالشيء لنفخه، فاذا شرب المي بده يكون شرب المي على محل. رح ناخذ وقفه قصيره ونرجع نتابع. بنتابع إيت سمارت مع رندا فهد، واليوم موضوعنا عن النفخة بفصل الصيف. كنا عم نقول انتفاخ الإيدين بالجسم. استفاني وقت عم نحكي النفخة بالصيف، أنا مش عم بحكي بس النفخة اللي بتأدي للوجع والغازات، عم بحكي عن حيلا نفخة صارت بالإيدين بالإجرين بالصبية. أما انتفاخ البطن هيدا ما عم نحكي عن الحالة المرضية اللي دايما بنحكي عنها، علاجها أو بالأدوية، علاجها بالأكل بالفودماب، ولكن هيدا اللي نحن بنحسه بالصيف، بالوقت اللي نحن بالصيف بنكون حابين يكون جسمنا بيرفكت، نزلة البحر يكون على الميو، فجأة بحسوا العالم انه عندهم هالنفخة والانتفاخ كله بالجسم. هلا اول شيء بدنا نعرف انه طبيعيا لانه بالصيف نحن بنشوب، بالصيف بيظهر كثير مي من جسمنا، بالصيف حتى قاعدة البحر بتشوبنا زيادة، فهون بصير عندنا شيء اسمه ديهايدريشن. هلا ديهايدريشن يعني راح كثير مي من الجسم، بحاول الجسم انه يحتفظ، ما الجسم بده يعيش، بده يدافع عن حاله. أوكي. يحتفظ بهالشوية المي اللي عنده، ومن خلال شو؟ من خلال احتباس الملح، سو هو بخلي الملح يحتبس بالجسم وهالشيء بيؤدي للنفخه. أوكي. فهون رح دغري اعطي الحلول، طبعا حل كثير بديهي هو انه نشرب مي، ولكن اللي بيصير معنا انه نحن وقتها نشوب بنجيب هالمي المسقعه وبنشربها كثير بسرعه، كمان وقتها نحن نشرب المي بسرعة مع المي رح يفوت مع الهواء، فإذا فات الهواء هون رح يؤدي لانتفاخ، وهيدا شيء بيؤدي لانتفاخ البطن. سو نحن اللي لازم نعمله دائما يكون معنا كباية المي، قنينة المي، وكل نهار كنا عم نشرب سبس لكن بلعات صغيرة خلال النهار. أوكي. الشغلة الثانية، نحن بالصيف كمان عندك الأشخاص رح كمل بالشرب، إنه عطشوا هن ما كتير بحبوا المي، مع إنه أنا دايما بقول لكم بليز تعودوا على شرب المي، وقديش وقتها نتعود ستيفاني بنصير نحبها للمي.
ففي اشخاص بيشربوا المشروبات الغازيه، بنعرف نحن كل هالبابلز بالمشروبات الغازيه رح تؤدي الى نفخه. كمان بالشرب في ناس بيشربوا، مش للكل يعني طبعا، ونحن هون اللي عم نتوجه لهم الاشخاص اللي هن عم يعانوا من هيدا الموضوع. برجع بحكي على الكحول. طبعا من المعروف انه وقتا نحكي بيره بنقول البطن هي بطن البيره. كمان شرب الكحول اذا كان من ميله الكحول، الكحول بحد ذاتها الكحول بيؤدي لنفس خبريه الديهايدريشن، انه بتظهر جسم المي من الجسم، فبنرجع لنفس الخبريه اللي خبرتها قبل، لازم نشرب مي. اكزاكتلي. من ميله ثانيه بالكحول عندك الكوكتيلات. وقت يكون عندنا كوكتيل، في كثير اوقات ستيفاني بحطوا فركتوز مع الكوكتيل، ومعروف انه الفركتوز معقول انه يكون يؤدي الى النفخه. فالاسبرتام كمان وكل شيء اكثر شوجر الكحول، الشوجر الكحول العلكي اوقات مزبوط، لانه فيها شوجر الكحول. العلكي لها شغلتين، اذا كانت العلكي اللي بيقولوا لك بلا سكر فيها كحول السكر، والعلكي كمان لان نحن عم نعلق عم يفوت هواء على جسمنا. هلا لنروح كمان لشغله ثالثه اللي هي بدنا نحكي فيها على طريقه الاكل والفواكه. طبعا تناول الفواكه بيزيد بالصيف، وعندك الفواكه اللي هي فيها مثل البطيخ فايبر، مثل فيها كثير فايبر. شغلتين، اول شيء عندنا فواكه اللي هي عاليه بالفود ماب، واذا كانت عاليه بالفود ماب عندنا كثير اشخاص بيؤدي هالشيء للانتفاخ. والشغلة الثانية انه وقت نتناول كثير من الالياف اكثر من العادة، كمان هالشيء بيؤدي الى النفخة. ومشان هيك هون وقتها الاشخاص اللي بيقولوا انا ما بدي اتناول اكل، خليني بدل الاكل الوقعة العادية، يعني وقت عم باخذ وقعة عادية، اما بدل ما كبر قطعة الستيك مع البطاطا عم بحكي مثل، ساعتها باكل سلطة كثير كبيرة وبحط شوية لنقول لحمة فيها، اما شوية دجاج. هي عم بحكي للاشخاص اللي عم يحاولوا ياكلوا اقل. بس اللي كمان اللي بدي اقوله انه هيدي السلطه كمان زادت من الالياف، فاذا صار عندي انا هون زياده كثير من الالياف كمان هالشيء بيؤدي للنفخه. وعم بحكي عن الاشياء اللي هي كثير صحيه، انتبهوا من الاشياء اللي هي صحيه كثير، هو الجزر. كمان الجزر فيه الياف، فانا قاعده على البيسين وعم ناكل جزر كل نهار، كمان هالشيء معقول يؤدي للنفخه. اللي عم اقولهم هن اكلات كثير صحيه، بس برجع بذكركم وقتها احكي الاعتدال هو اهم شيء. نحن كمان بدنا ناكل، بدنا ناكل اكل اللي فيه بروتين كمان حتى يكون عم يقوينا، عم يقوي العضل تبعولنا، ما عم يكون العضل خفيف، لانه كمان العضل كل ما يكون خفيف عضل البطن، باردون ستيفاني، كمان وقت يكون العضل قليل بيؤدي للنفخه. سوري قلبي، بعد عندي اوكي جريت. كم بدي اسالك عن الجلوتين. هلا هون نعم، الجلوتين هون منه موضوع، يعني ما بالحقيقه ما لها علاقه باللي نحن عم نحكي فيه، لانه هون الاسباب معينه، منها اسباب هي اكله معينه، اسباب متكامله متكامله. ومنها وقتها كمان وبالصيف بحد ذاتها حكيت عن الكحول، او عشيه القعده او بعد الظهر اللي هي فيها البيره مع الشيبس اللي هو عم بحكي وين هون؟ عم بحكي على الملح. كمان هون زدنا ملح على الجسم، وهذا شيء كمان معقول يعمل ووتر ريتنشن ويعمل النفخه. كمان بالصيف شو بيصير معنا؟ بالصيف في سهر. هلا شغلتين هون بالسهر، سهر يعني نوم اقل خصوصا عند الاشخاص اللي هن بيسهروا وثاني يوم رايحين على الشغل بكير. صح. هون وقت نكون نحن عم نسهر، هيدا شيء معقول يؤدي لتعب بالجسم. تعب الجسم بطبيعة الحال بيؤدي لستريس، فإذا ستريس مش يعني أنا معصب، فيكون هو جسم عامل ستريس لأنه تعبان، وهالشي بيعلي الستريس هرمونز كورتيزول، وهالشي بيؤدي كمان ليكون في التهابات معينة زيادة بقلب الجسم، هالشي بيؤدي للبكتيريا الجيدة تكون كمان عم تموت، فهالشي بيؤدي بيرجع بالنتيجة يكون في عندنا نفحة. هلا لكن هون اكيد ننتبه على شرب المي خلال النهار وناخذها صغيره، ننتبه على شو عم نشرب غير المي، وننتبه من الكحول. بالحقيقه صار وقت انه نحن عن جد مش فجاه نحس انه اوف شو عملت بحالي شربت هالقد كحول على السهره. وهذا الشيء عم شوفه كثير بعيادة ستيفاني، يعني الاشخاص عم يجوا بيقولوا انه شو عم نعمل بحالنا كثره هالكحول.
شغلة تانية انتبه من كثرة الملح اللي نحن عم نتناوله أوكي. كمان بالصيف، وبدنا ننام بطريقة اللي هي مظبوطة، والسهر اللي عشية كل يوم عندنا سهرة مع تناول الأكل. قلتي لي أعطي نصيحة، بلكي نصيحة بنعطيها لكلنا كلنا نحن بروبيوتكس لا بالسهرات، وقت نكون معزومين على سهرات، وخصوصا إذا نحن أصحاب بنعرف بعضنا، نحاول نعمل الأكل اللي هو أكل خفيف، ونحاول نعمل عشواتنا بكير. مش غلط هالشيء، ما بينقصنا شيء، بالعكس بيكون كثير منيح لصحتنا. بنتعشى بكير، بعدين بنقعد بنكمل سهرتنا، بيكون أكلنا الأكل بكير، قدرنا نهضمه، ما وعينا ثاني يوم حاسين بنفخة. أوقات مثلا بس نروح على ريستوران بيكون في هيك أكل لبناني، نعم. عم بحكي في توم وقصص، يعني بناكلهم كثير طيبين، بس هول بيعملوا فيرمنتيشن بالمعده، وخاصه لما يكون في كثير شوب وقاعدين برا. وننتبه كمان الاكلات يلي بضلوا على على الطاوله وقت يكون في طبعاً. الحراره تكون كثير قويه، هون يعني صار عندنا مشاكل، في عندنا هول كمان بيعملوا هول مشاكل كثير اكثر من الاشياء الاساسيه اللي انا حكيتها. اكزاكتلي. Thank you, Randa, على المعلومات. Have a beautiful day. مشاهدينا وقفة ومنتابع.